دعوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة. معي عبر سكايب السيد علي إبراهيم الباحث في شؤون القدس. أهلا بك معنا سيد علي. والذي يمنع السلطات المصرية أن تفتح المعبر؟ لماذا نخوض هذا الجدل على مدار 84 يوم؟ لأن بحقيقة الأمر المعبر كما يعني كانت سخرية سوداء من الدكتور حذيفة عزام، يمكننا أن نتحدث عن سخرية أخرى بأن عبد الفتاح السيسي قد أعطى هذا المعبر لسلطات احتلال، ولا أظن هناك أي اختلاف ما بين معبر رفح حاليا من خلال شكل إدارته ما بين معبر كرم أبو سالم على أو معبر إيرز على أقل تقدير، لأنهما يداران هذين المعبرين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويتم فحص وتدقيق وضبط الكشوفات أو أنواع المساعدات وغير ذلك من قبل ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نحن تحدثنا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وهذا الإصرار من الجانب المصري على إبقاء حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع وسياسة إدخال المرضى وغير ذلك بأنه تواطؤ من قبل النظام المصري الحالي. وهنا نقطة مهمة، بأن عندما بدأت في بداية الأحداث، عندما بدأ الرفض يتصاعد من أي مخططات تهجير الفلسطينيين، لم يكن الموقف يعني رافضا لهذا التهجير من ناحية قطعية في مقابل إيجاد حلول، بل كان هناك محاولة إيجاد حلول طبعا تصب في مصلحة الفلسطينيين، ولكن كان هناك إيجاد حلول للإسرائيليين للاحتلال عبر طرح فكرة تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النقب. نعود إلى معبر رفح. اليوم واقع المعبر هو واقع يصب في خدمة مصالح الاحتلال وما تقوم به سلطات الاحتلال من سياسة متعمدة لتجويع الفلسطينيين ولي يعني تجفيف كل مصادر القوة والصمود في وجه هذا الاحتلال. واليوم الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساته التي تحاصر المرضى وتستهدف المشافي وأيضا تجوع الفلسطينيين في كثير منها هي تصب لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وعندما يصر الجانب المصري بأنه يقوم بدوره وهي بطبيعة الحال أكاذيب ويعني تجافي الحقيقة، نحن أمام حالة من التواطؤ. عندما يتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن حجم المساعدات التي دخل فيه إلى القطاع منذ بداية العدوان على قطاع غزة، يتحدث عن أقل من 1% من حاجات القطاع. عندما نشاهد هذه المقاطع المصورة لأطفال يلعقون القدر كما نقول في العامية الطناجر التي تعد فيها الطعام، هذا دليل واضح على حالة الجوع التي وصل إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين. في مقابل توثق الكثير من المقاطع المصورة وجود آلاف الشاحنات أمام معبر رفح وتمنع من الدخول بقرار إسرائيلي مصري نتيجة هذه الحالة من التواطؤ. ما هو النظام المصري يقول أنه قرار إسرائيلي فقط علي، ليس قرارا مصريا. مصر يعني تريد أن تدخل جميع الشاحنات ولكنها لا تستطيع. هذا الحديث يعني هذا يمكن أن نقبله عندما تكون مصر دولة هامشية وليست لها يعني كما يفترض ثقة استراتيجية في المنطقة، ولكن نتيجة هذا التراجع منذ عام 2014 في الموقف المصري وقدرته على التحرك في الإقليم، نحن وصلنا إلى هذه الحالة. نحن ربما نستذكر ما جرى إبان عهد الرئيس محمد مرسي رحمه الله تعالى، واليوم نحن يعني حاولت أن أعود لمتابعة التصريحات وما جرى حينها من إرسال لرئيس الوزراء المصري حينها هشام قنديل من فتح المعابر بشكل كامل وإدخال المساعدات إلى جانب الحراك الدبلوماسي. اليوم مصر اقتنعت بدور أن تكون جزءا من أي حراك دبلوماسي ولا تقوده أصلا، يعني من خلال ما يسمى حاليا بالوساطة المصرية القطرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ارتضت أيضا أن تأتمر بأوامر يعني صح تعبير النظام أو السياسيين الإسرائيليين. وهنا نقطة خطيرة جدا، بأنها من جهة مصر تخسر مجددا ويمكن المرة العاشرة من وزنها الإقليمي وقدرتها على التحرك في الإقليم، ومن ناحية أخرى المجال الاستراتيجي لمصر والحيوي من خلال تواصلها مع قطاع غزة تخسره أيضا مجددا، لأن اليوم عندما تستمر حالة التجويع المتعمد لأهلنا في قطاع غزة وحرمانه كل هذه يعني هذه الحقوق إن صح التعبير، نحن أمام تقليب للرأي العام الفلسطيني على كل نظام مصر وليس على مصر بكل تأكيد. طيب. وهذه أيضا على المدى البعيد يخسر النظام المصري مزيدا من أوراق القوة التي يمتلكها. طيب أستاذ ديالا أعود إليك مرة أخرى. سامح شكري وزير الخارجية. علي أعود إليك مرة أخرى. تجارة العار التي باتت على ما يبدو مصدر رزق وكسب لموظفي معبر رفح وعدد من ضباط المخابرات المصرية جنبا إلى جنب مع سماسرة فلسطينيين داخل قطاع غزة، ما الذي تعرفه؟ وما يعني ماذا لديك من معلومات عن هذه الظاهرة التي يبدو أنها استفحلت في 80 يوما الماضية؟
فهي ظاهرة قديمة وليست حديثة. يعني قبل الحرب كانت الأرقام تصل إلى نحو 3000 دولار كحد أقصى. إضافة إلى ذلك يوكل ضابط المخابرات المصرية عنصر أمن ليرافق الشخص أو العائلة ويلزمه بأن يدفع له كل يعني راحته ويعني سجائره كما يقولون وكل ذلك حتى وصوله إلى الجهة المطار على وجه الخصوص وللسفر. طبعا بعد إضافة إلى التعامل غير المهني وغير الأخلاقي والتعامل بشكل فظ مع هؤلاء. بعد 7 أكتوبر والعدوان على قطاع غزة أصبح هناك تجارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هناك أن أعرف من دفع أرقام مثل ما ذكرتم 7000 و10000 دولار. حتى بعض الجنسيات الأجنبية التي كان هناك إشكالية في وجود أسمائهم في بعض الكشوفات دفعوا أرقام كبيرة جدا. هناك من اضطر إلى أن يبيع أجزاء أو أملاكا أو مصاغا ذهبيا لكي يستطيع أن يخرج عائلته ويخرج أبنائه من قطاع غزة. وهذا لم يعد أمرا خافيا. وكما ذكرتم في البداية وفي حتى الصورة التي نشرتموها هناك من ينشر هذه الأفكار ويعني يضمن التنسيق ما بين يعني العوائل التي تريد الخروج وهذه الأجهزة. وهناك حتى بعض من أخبرني يعني من هناك عائلاته في قطاع غزة يقول بأن هذه التجارة مرعية من رأس كبير من النظام المصري وقد أدخلت على جيوب هؤلاء المتنفذين مئات ألاف الدولارات حتى هذه اللحظة. حتى الذين يورد أسماءهم في الكشوفات وخاصة من يحمل جنسيات مزدوجة وخاصة أجنبية أيضا قد دفعوا مبالغ مالية ليست مثل المذكورة أقل من ذلك ولكن أيضا لم يستطيعوا الخروج من دون أن تدفع مثل هذه المبالغ. لكن معلومة أن يعني قيادة كبيرة في النظام المصري متورط في هذا، هل هناك أي دليل عليها أو ماهية هذا القيادي المصري؟ يعني عندما يتم الحديث مع الضباط أو مع الأمن بأننا سنشتكي وعندما نصل إلى القاهرة سنتحدث مع مستويات عالية يكون الجواب افعلوا ما بدا لكم نحن محميين أو لنا ظهر كبير كما نقول في العامية. وهذا دليل بأن هناك شخصيات وازنة على أقل تقدير في المخابرات المصرية أو حتى في الأمن المصري يشرفون على مثل هذه الأمور. وهذا معطى. لو لم يكن هؤلاء لديهم هذا الدعم الأمني أو السياسي الكبير جدا لا يستطيعوا أن يتحدثوا مع مواطنين لديهم جوازات سفر أجنبية وعلى أقل تقدير سيخرجون من مصر إلى بلدانهم. وهذا معطى خطير جدا. وللأسف نتيجة حالة الخوف الكبير لهؤلاء الذين يخرجون من حرب وخوفهم أيضا على عائلاتهم التي يريدون أن يخرجوا أو يخرجوهم من قطاع غزة لا يستطيعوا أن يتحدثوا. طيب علي في سؤال ويبدو أنك ملم بتفاصيل كثيرة عن هذه الظاهرة. من يدفع من الفلسطينيين أو أي جنسية أخرى لهذا الضابط في المخابرات أو هذا الموظف ال10000 دولار عشان يخرج في كشوف تسمى بالتنسيق؟ في سؤال مهم جدا هنا، الكشوف دي بتكون بموافقة إسرائيل ولا النظام المصري أو الضابط المصري هو اللي بيدي الأوكي عليها؟ يعني نعم هناك كشوف حتى للمرضى. لا يمكن يعني لا يعني حتى هذه اللحظة أي شخص لديه ولو شبهة بسيطة جدا بالعلاقة مع المقاومة لم يخرج. وهذه المعلومة أيضا من أشخاص كانوا في قطاع غزة وبعضهم خرج قبل فترة قصيرة جدا من العدوان على القطاع. لأن الاحتلال يصر إصرار كامل بأن أي شخص حتى الأشخاص الذين كان لديهم مواقع إما في وزارة الداخلية في غزة أو حتى في الوزارات الأخرى التي تديرها بطبيعة الحال حركة حماس في القطاع رفض رفض تام أن يخرجوا ولو كانوا من الجرحى أصحاب يعني الجراح الخطيرة جدا. لذلك نحن تحدثنا عن المئات الذين يستشهدون في القطاع لأن الاحتلال لا يسمح. أما التي يعني يسمح لهم بالخروج فهم من المواطنين العاديين وخاصة كما ذكرنا من الذين يحملون جوازات مزدوجة. هناك حديث عن بعض الشخصيات أو بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون في وزارة الشباب والرياضة وفي وزارة الداخلية وحتى في وزارة الصحة الاحتلال لم يسمح لهم بالخروج. وحتى هناك أيضا من عائلات سودانية تعرفون نحن بعد الإشكالية التي حدثت في السودان اضطرت عائلات فلسطينية ممن يحملون يعني جوازات سفر سودانية ولهم معهم الجنسية بالعودة إلى قطاع غزة. هؤلاء كانوا في مرحلة سابقة مثلا متعاطفين أو مع المقاومة أو غير ذلك أيضا رفض أن يخرجوا. وحتى السفارة السودانية لم تعد يمكن ربما نتيجة تطبيع أو غير ذلك لم تعد تقبل أو لم تتجاوب مع مطالبهم وهم حاليا يعني منقطعون. لا هم يستطيعون الخروج بجوازات سفرهم السودانية مثلا كمثال ولا والبقاء في قطاع غزة كما نعرف هو يعني خطر محدق بكل التفاصيل. لذلك هذا ملف خطير جدا. وأظن الأيام القادمة وإن يعني قدر الله أن تنتهي هذه الحرب ستكشف علينا كوارث لأننا نحن نتحدث عن الأرقام المالية. طيب من لا يملك المال
هناك من دفع ذهبه، هناك من دفع أمور أخرى، هناك ربما من استدان، وهذا أيضا ملفات تستحق البحث. وربما كما يعني هناك برامج كما تعرفون تقول ما خفي أعظم، في هذا الملف ما خفي ليس أعظم واحد بل أعاظم كثيرة. الضباط المتورطين علي، لو لديك يعني تفاصيل الحالات اللي زي كده بيكون فيها للأسف نصب كتير، يعني قصص والأفلام الوثائقية اللي نشرت عن سماسرة الهجرة غير الشرعية عن طريق المراكب المطاطية في البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان ومن ثم إلى أوروبا، شهدت قصص مثل هذه كثيرا. السمسار بيطلب 2000 دولار، ياخد ال2000 دولار وبعدين يرميهم في حتة بعيد أو ما يوصلهمش أو يضحك عليهم أو حاجات زي كده. هل في قصص زي كده ان الضباط المصريين او الموظفين بياخدوا الفلوس فعلا وما بيطلعوش حد من قطاع غزه؟ نعم، يعني هناك من اخبرني، وهذه ربما على عودتي هذه المعلومه على عوده صاحبها، بان هناك من دفع ولكن جانب الاحتلال لم يقبل او لم يعني يقر بالكشف او بوجود اسمه بالكشوفات، فلم يعد له المال بذريعة بأننا ندفع لآخرين وأن هذا المال ليس لي لوحدي ولكن هناك من يشاركني في هذا الموضوع، وبالفعل المال يذهب. ونحن نتحدث عن حالة أزمة، المال ربما يكون أصلا قليل جدا، وتأمين مثل هذه المبالغ من المستحيل، فكيف عندما يعني تختفي أو نحن كما نقول في العامية يؤكل هذا المال ويقول للشخص ليس لدي يعني لا نملك لك شيئا. طبعا هذه حالة أنا يعني بشكل شخصي أعرف صاحبها، أما عن حالات أخرى ربما بالفعل تحتاج للمزيد من الحديث والمزيد من التواصل لنعرف، لأننا اليوم نتحدث عن عائلات بأكملها ما زالت منذ 40 و50 يوم تبيت في المعبر أو قرب المعبر تنتظر الخروج. طب هؤلاء كيف يعني يستمرون بالتواجد في المعبر؟ كيف يدفعون؟ ماذا دفعوا؟ وربما الكشف عن مثل هذه التفاصيل ستوصل كما ذكرنا منذ قليل إلى أسماء كبيرة جدا. وهذا يعني أنا برأيي وكما سمعت من عدد من الناس ومنهم كما ذكرنا من كانوا في القطاع بفترة بسيطة، هي شبكة كبيرة ومدعومة. أشكرك شكرا جزيلا علي إبراهيم الباحث في شؤون القدس، كنت ضيفي عبر سكايب.